نهاركم بروك مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في شوف طقس على شوف تي في اللي غادي نبداوها من عروس شمال طنجة بحيث غتراوح فيها درجة الحرارة بين 20 و 25 درجة. وجدة غتراوح فيها درجة الحرارة بين 30 و 33 درجة. أما العاصمة الرباط فغتراوح فيها درجة الحرارة بين 20 و 26 درجة. العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء غتراوح فيها درجة الحرارة بين 28 و 30 درجة. أما فاس فغتكون فيها درجة الحرارة بين 12 و 14 درجة. أكادير غتروح فيها درجة الحرارة بين 19 و 21 درجة. بتازا غتروح درجة الحرارة بين 12 و 14 درجة. وبهذا المشاهدين كنكونوا وصلنا لنهاية شوف طقس النهار اليوم. موعدي بكم غادي يجدد غدا إن شاء الله نفس الزمان نفس المكان ديما على شوف تي في. إلى اللقاء.